قضائي على 3 مسلحين أطلقوا النار على سيارتهم على مقر قوة الإسناد الأولى التابعة لمديرية أمن المدينة. وأكد مصدر أمني من مدينة الزاوية أنه جرى التعامل مع المهاجمين بعد إطلاقهم النار مرتين على مقر قوة الإسناد دون أن يكشف أو أن يكشف عن هويتهم، مشيرا إلى فرار المهاجم الرابع بعد عملية الهجوم. هذا وأفادت بعض صفحات التواصل الاجتماعي بأسماء 3 أشخاص قالت إنهم قتلوا في حادث الهجوم على قوة أو مقر قوة الإسناد الأولى، وهم أحمد الفيتوري وأسامة البشواط وعلي الحومة بحسب ما جاء في صفحات التواصل الاجتماعي. أصدر وزير التعليم بالحكومة المقترحة عثمان عبد الجليل قرارا يقضي بإيقاف وإحالة 14 موظفا من مدراء المراكز والمصالح التابعين للوزارة إلى التحقيق الإداري. الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية الخميس أضافت أن الإحالة تمت لتقصير الموظفين في أداء المهام الموكلة إليهم، مشيرة أنه سيجري تكليف من يقوم بتسيير مهام العمل في كل المراكز والمصالح والمكاتب والإدارات الشاغرة إلى أن تنتهي إجراءات التحقيق. نفى مدير إدارة الرصد والتقصي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض رمضان عثمان أن يكون الإعلان عن تسجيل إصابة حالة بمرض الملاريا بمثابة تفشي لأي وباء كما أشاعت بعض الجهات الإعلامية المختلفة. وأكد عثمان الخميس عبر الصفحة الرسمية للوزارة على الفيسبوك أن الوضع بشكل عام تحت السيطرة، داعيا المواطنين إلى عدم الهلع وحث الجهات ذات العلاقة على مكافحة الحشرات والاهتمام بالبيئة. أعلنت شركة البريغا لتسويق النفط عن انطلاق قافلة للوقود باتجاه الجنوب الخميس محملة بحوالي 1 مليون لتر من بنزين السيارات وحوالي 190,000 لتر من وقود الديزل. وأكدت الشركة بأنها مستمرة في نشر جداول الكميات المسلمة إلى المحطات الشرعية بمناطق الجنوب على صفحتها الرسمية بشكل يومي، مناشدة المواطنين في مختلف المناطق وخصوصا الجنوب بالإبلاغ عن المخالفات التي ترصد عن طريق التواصل مع الصفحة الرسمية لشركة البريغا على موقع الفيسبوك. نهاية موجز، دمتم في حفظ الله ورعايته.